العمر راح ان شاء الله ما يروح على حد العمر ان شاء الله، حتى كي راح يتعدى في حاجه فيها ايجابيه ان شاء الله بالفرحه للناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل متواصلين معكم حتى النص الليل هذه 88 6 فام، هذه صراحه فام وهذه الهابي نايت كما قلنا. زيد شويه لي زانترنوت على 3w.sarahfm.in. استناونا في بروبوزيسيون مزيان ومزيان على الاخر في فيلم تحفون ياسر باش نحكيو عليه الليله. كيف كيف اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، في دياركم في كرهبكم في الكوجينه، فما شكون هكا تو جاع وقت تحريش يقول لك تو في الكوجينه، ولا ان شاء الله حتى فما شكون قاعد يريفز ان شاء الله ربي يوفقه. تسمع فينا على 886 اف ام ولا على السيمي كم تاعنا 3w.sarahfm.in. حضروا يحكم زيد شويه للموضوع نتاعنا اللي باش نحكيو فيه الناس الكل مع بعضنا ونأثوا نحن الحصه مع بعضنا. 36 40 40 40 36 40 40 41 كان تحب تدخل معنا في المباشر، كان عندك اي ديديكاس، كان عندك اغنيه تحب تسمعها معنا، وكان تحب تعطي رايك زاد كيف كيف في الموضوع نتاعنا الليله اللي نسيت شويه نكتشفوه. مرحبا بكم الناس الكل، نفس السوندر 36 40 40 40 36 40 40 41. لكن قبل كل شيء جاب حدانا انفيتي نمشيو نكتشفوا شكون معنا في الانفيتي. اليوم في الانفيتي يحضر بحذانا الزميل والاخ والصديق الاعلامي كمال العويج. مرحبا بك كمال. عسلامة فيتي. عسلامة كل المستمعين صراحة فاهم. مرحبا بك كمال، شرفتنا بحضورك في صراحة فاهم. دونك كمال اليوم جيتنا ان طونك شنيا، ان طونك اعلامي والا سينمائي والا ما نعرفش شنو، ما شاء الله عليك يعني خدمت خدمه مزيانه ياسر البريود اللي فات، انا نتابعك برشا، خدمت خدمه ياسر مزيانه ياسر. على فكره كمال يعني متنوع، كمال ما يخدمش كان في حاجه برك، كمال متنوع تلقاه ناشط برشا على 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 الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كيف ناشط برشا على الانترنت. كي نحكي على الانترنت نحكي على موقع، انت صاحب موقع مدير موقع اللي هو موزيكانا نيوز. موزيكانا موزيكانا نيوز بوانيت هو اول موقع تونسي مختص بالاخبار الفنيه التونسي. انا ممكن مش ناخذ بخفيت عليك الميكرو اكثر، خليك ليك انت الميكرو تو، خلينا نعرف شكون كمال عويش. كمال عويش اعلامي تونسي، بديت الثمان تجربة إذاعية، كان عندي إذاعة على الانترنت اسمها إذاعة ياسمين. حصل على إذاعة ياسمين على الانترنت. فرمو عام 2008 2009 2007 2007 2007 يعني كنت من أول إذاعات ويب في تونس. وقت تصير إذاعة ثاني إذاعة على الويب في تونس. بعد في 2008 كنت نواكب في المدرسة سان كارتاج، وقت أنا ما صرت نقرا في السكوندير. معناتها وقت قدمت مهرجان قرطاج، مهرجان قرطاج التوالي، العائلة قالوا كمال مش تمنسان، معناتها مش باش يقبلوك على خاطر المهرجان يقبلوا كل الصحفيين المحترفين. انت وقت هاوي، وقت بدا صحفي هاوي، معناتها انت وقت صحفي هاوي. كنت نعمل مواكبات في المهرجان كارتاج، وكنت نواكب مواكبات مراسل مواقع لبنانيه من برا، نكتب كتابات وكل شيء، وما باللهجه اللبنانيه. باللهجه اللبنانيه مش باللهجه اللبنانيه ولا كمال؟ ترى احكي لنا شويه لبناني، قدم لنا نفسك باللبناني. ترى انت على فكره صديق يعني نجوم ستار اكاديمي، سورتو ستار اكاديمي في تونس وفي الخارج، وصديق برشا فنانين لبنانيين، دونك اكيد راك تعرف تحكي شويه مصري. كثير فنانين كثير من لبنان من وطننا العربي مشهورهم تحيه، معناتها عم يشوفونا وكل شيء، يعني كثير من فنانين وكل شيء الحمد لله. ونمشي لل انا ما عرفتكش تحكي باللبناني، ما عرفتكش يا كمال. دونك سافرت برشا بلدان، مشيت 2009 2010 لبنان، مشيت قابلت باسم كريستيو المخرج اللبناني، قلت بعد عطاني شفير على قادر كل شيء، مشيت قابلت نزار احمدي القناة تاع لبنان شارك تي في، عملت اخترت الاستوديو تاع ام تي في اللبنانيه اول مره على الغرب، قالوا هو اكبر استوديو تعمل في لبنان، واللي القنوات الاخرين يكريوا مع استوديو ام تي في، معناتها كيما ام بي سي ولا حاجه قنوات اخرين الى غير ذلك، معناتها هذوكم تتعتبر من ام تي في اللي هي اللوكال تاعهم هما ستوديو فيزيون، ستوديو فيزيون في لبنان. وبعد تعديل في الجزائر
كان عندي مجال في دومين السينما، ممتاز. عندي عندي فيلم قصير اسمه فيسبوك الفيلم اللي نحكيو عليه بعد شوية. مشيت الجزائر على الأساس للخدمة، معناتها مش للسياحة، معناتها أنا كنت في البداية كنت للسياحة مش للخدمة. في الجزائر كنت على خدمة، مشيت مباشرة للثلاثة الجزائرية، شافوا الفيلم بتاعي، شافوا الفيلم بتاعي أنا، قالوا معلش لا تعدى في الجزائر. ممتاز، يعني أنت عملت تورنيه مزيانة ياسر، صناعة العلاقات نتاعك، صناعة الكونتاكت، يعني عشت تجارب، طلعت على برشا، يعني كما نقولوا الخدمة كيفاش تكون في تونس وفي خارج تونس مع مؤسسات إعلامية كبيرة، هذه حاجة حلوة ياسر. لكن كي نسألك على عمرك كيمو، علاش تسرح على عمرك؟ وأنا نسألك على عمرك؟ هنا إحراج، هنا تولي إحراج ولا؟ هذاك هو باهي مالا، من غير ما نسأله كيمو على عمره. علاش تسأل؟ أنت علاش تسأل ساعة؟ لا على خاطر، على خاطر الحق نتاع ربي، أنه كي نشوف على خاطر أكبر منك جون، ولا لا 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 خاطر كي نشوف جون انا تبارك الله عليه خدم الخدمه هذه الكل وفي عمر، يعني انت ما شاء الله عليك مازلت معناتها صغير، ماكش راجل كبير صح ولا؟ الحمد لله صغير، مازلت في العصبيه ما شاء الله، مازلت في العصبيه زاده. يعني كي نشوفه يعني جون ومازال عازب ويخدم في الخدمه هذه الكل، لطف عليك دونك يخدم في الخدمه هذه الكل، دونك حاجه تحفزنا انه حتى كي نطلعوا على العمر نتاعك. مش حاجه حاجه قول يا سكوب، سكوب مع كمال، يلا سكوب. في 2007 بديت في تمين وقت عمري 18 سنه، يعني انتم اللي انتم اللي تسمعوا فينا احسبوا وحدكم، يلا احسبوا من 2007 كيمو بدا في الدومين وقتها كان عمره 18 سنه، يعني عمره 18 سنه وبدا مشواره، يعني هوايته وحب يطورها وقالك على شنو، وبعد وليت احتراف، وبعد وليت احتراف الحمد لله، وصلت يعني وصلت حليت قناه حتى عني لسات في فتره، يعني فتره ما موزيكانتي، موزيكانتي في اول قناه وقت عملت، قلت اول قناه مختصه بالموسيقى، اول قناه مختصه بالموسيقى، موسيقى بالكليبات وكل شيء، معناتها فكره، لكن ما كانتش فيها يعني حمله تسويقيه كبيره. ليه هي فترة قصيرة معناتها على النيزات وكل شيء، معناتها لكن الحمد لله شارة برشا تليفونات من برا وكل شيء، حتى واحد كلمني من التليفون قال لي اعطيني فريكونس باش نحطوها في المغازة الكبرى، معناتها في كونسرفات ولا حاجة، مش عملوا بي بي سي دي وكل شيء، قلت لهم ميرسي بوكو على التشجيع وكل شيء. فما ناس يسيروا على خاطر انا حطيت لوجو ميزيكانا، حطيت ميزيكانا تونيزيا، حطيت وقت حطيت ميزيكانا تونيزيا، الناس كل يسيروا يقولوا يقول مزيكانا تبع سامي فاري ولا لا، معناتها هذيك كاين معناتها قدام ليك مزيكانا وحدد ماهيش فكرة سامي فاري، فكرة كامل العويش. يعطيك الصحة كيمو، دونك نحن اليوم جينا كيمو باش نحكيو على بروجرام جديد، دونك ليدي خرجت منك انت ما شاء الله ليك، ما تقفش في الافكار ديما، فما جديد، دونك الفكرة نتاعك جديدة هي بانوراما سينيكور، بانوراما القصير، للفيلم القصير، دونك شنو هذا بانوراما للفيلم القصير؟ كما تعرف فادي اللي الايامين هذم كملنا بالايام 15 سنه معايا، ونهار الجمعه هذا باش نفتتحوا في الايام 15 مسرحيه، بعد ايام 15 مسرحيه تجي بانوراما فيلم قصير. كيفاش جات الفكره؟ قابلت مع مديره اسمها سكاربي، انا اسمع مدام كوزر، نشوف لها تحيه ونقولها ميرسي على الانكوراجمون. شفت تعطيت الاسباس على الاساس باش نتفرج في المسرحيه، نتفرج في المسرحيه، وشفت الساله وعجبتني، معناتها تعمل 150 150 بلاس، معناتها 150 يعني محترمه، بلاس عدد محترم. قلت لها فماش امكانيه نعمل حاجه تاع السينما، هي مسج جديده لفراس وواحد، قلت فماش امكانيه نعمل حاجه على السينما، قالت لي علاش لي، قلت لي مين ونقل السينما وكل السينما وكل شيء، قلت علاش لي معناها فهمتني، يا اخي فكرت باش نعمل بانوراما الفيلم القصير، يعني هو باش يكون كيما مهرجان مصغر للافلام القصيره، الدوري نتاعو وقت قداش؟ يمتد على نهارين حسب، يمتد على نهارين، على نهارين 3 و4 ديسمبر 2016 ان شاء الله، نهار 3 و4 ديسمبر 2016. اي وهو عندنا 12 فيلم بين 6 افلام تونسيه و4 افلام وثائقيه قصيره، معناتها كل 10، وما بينهم 2 افلام اجنبيه، باش يكونوا في الاخر في الافتتاح وفي الاختتام.
بنميل صوت افلام الاجنبيه، تكون معانا فيلم من بلجيكا في الافتتاح، في الاختتام، في الاختتام مش يكون معانا فيلم جزائري. دونك فما تنوع يعني حتى تنوع فذهب في اختيار الافلام هذم، دونك سبيسيالمون الافلام القصيره دونك خاصة للشباب. خاصه للشباب، ولا يعني والدعوه كان مع الدعوه كما نقولوا مفتوحه للشباب الكل. شكون يعني سيبلاج نتاعكم، شكون الفئه المستهدفه في المهرجان هذا؟ اي مهتم بالسينما ولا الشباب اكثر؟ شباب اللي هما عندهم افلام، اللي ما نجموش يعطيو الافلام تاعهم هما في المهرجانات. قلت كيما تعرف فيتي اللي فما مهرجان تاع فيفا، مهرجان اي مقرر سينمائي الى غير ذلك، فما الشباب عندهم طموح بهم هما ما يسموش يعطيو الافلام تاعهم هما في المهرجانات اخرين والى غير ذلك. عطيناهم فرصه بانوراما يعني الفيلم القصير. يعني بانوراما للفيلم القصير هي فرصه للشباب الطموح والهاوي اللي يحب السينما ويحب الاخراج ويحب المونتاج والسيناريو والامور الكل اللي عندها علاقه بالسينما. ما سمعنا مش كل اللي احنا نعملوا الافلام، هما يعملوا افلام وبعض يصوروا ولا حاجه، معناتها فاهمني. احنا قلنا فقط انه الافلام اللي باش تكون معانا هما افلام من اخراج الشباب، ايضا افلام وثائقيه ايضا من شباب، معناتها دونك حتى الافلام الوثائقيه برودكسيون قصيره اي مش شباب. ممكن. انا جاتني فكره افلام وثائقيه، قصيره. قلت بما انه الشباب هو الشباب المحترفين او مخرجين محترفين عندهم انتاجيه فلوس الى غير ذلك، يعملوا دوكيومنتير ساعه غير بعض، ساعتين ولا حاجه. قلت علاش ليه ما نعملوش الشباب هو اللي ما عندهمش امكانيه الفلوس، معناتها ينشوا انتاج على الاقل يعملوا برودكسيون تاعهم هما خاص بهم، تاع دوكيومنتير اللي يسوى معناتها 4 ساعة 2 دقيقه الى غير ذلك. دونك نحن كي نعملوا يعني تلخيص للفكره نتاع بانوراما للفيلم القصير، هي فرصه للشباب باش يعديوا المنتوج نتاعهم. نحكيو على منتوج في السينما، يعني الافلام القصيره نتاعهم وثائقيه. افلام قصيره دونك باش يعديوا في مهرجان خاص. هو هذه ليديسيون الاولى، يعني هذه الدوره الاولى ان شاء الله باش تكون يعني ان شاء الله. علاش الدوره الثانيه؟ ولا حبيت نقول انه الدوره هذه فماش معناتها سبونسورين للفيلمون، عندنا فقط دي بارتنير معنا في الفيلمون. نشكرهم معناتها في ساعتها كلمت بالتليفون قالوا لي شي بلا دوسي سبونسورين ولا دوسي بارتنير، يعني كانوا متسهلين على الاخر يعني. نشكرهم دحي الحمد لله، ما نحبش نسمي على الخط واحد، ومنشورهم تحية معناتها. تحية لهم يعني، تحية لأي واحد وقف معك في الفكرة هذه. نعرف المبادرة كي تكون يعني كي تخرج تكون فكرة، وكي باش ترى النور لازمها برشا جهد، برشا تطبيق، وبرشا سعي، برشا علاقات. أنت ما وقفت الجملة فكرة نتاعك إن شاء الله باش ترى النور نهار 3 و4 ديسمبر مع من 3 تاع القايلة في اسباس كرمان، في ما عرفش تقول أنت ولا نقول أنا، هو في محطوط معناتها موجود في الفضاء معناتها في المسجد اون فاس المسجد وتيريغ لانستيتيو سوبيريور. دونك يعني حتى ميم سي حتى الاسباس والتفاصيل الكل وين نجموا يلقاهم؟ يلقاو على الانترنت في الافيش؟ الافيش موجود على الباس، على الباس تاعنا احنا بانوراما سيني كور. عندنا سيت ليفينمون تاعنا احنا على الفيسبوك بانوراما سيني كور. دونك اسمه بانوراما سينيكو. الباس تاعنا احنا بانوراما سينيكو، معناتها بانوراما الفيلم القصير بالعربي. يعني مكتوب بالفرنسي وبالعربي. بالفرنسي وبالعربي، محطوط لوكوت البانوراما. لوكو بانوراما، ونهار الاول باش تكون افلام قصيره، ونهار الثاني افلام وثائقيه. وفيلم الافتتاح وفيلم الاختتام كيفاش؟ الفيلم الافتتاح باش يكون فيلم من بلجيكا كما قلت، وفيلم الاختتام باش يكون فيلم من الجزائر. من الجزائر.
بين المنزلتين، بعدين نوعوا شوية على غادرة، فانا بس ناس قاعدين يتسالوا من برا الى غير ذلك، معناتها اسكو ناس من جيو تونس، واسكو اللي قام عليك عليكم انتوما ولا علي علينا احنا ولا حاجه، قدر من هو اقعدوا في الدارك في داركم تتعرف اخبار على فيسبوك وكل شيء، توصلكم الاخبار توصل كي اختي ستاسيون ولا حاجه، معناتها على خاطر هي كبداية أولى، دونك حابين نبداو بأقل. احنا الميزانية تاع احنا نصيروا مني 8 مللي معناتها، والعائلة تاعي يعني كله تشارك، كله تشارك يعني من 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 الناس، انه تشاركوا كل واحد يعني بالخدمة، كل واحد بالدعم، ان شاء الله حتى الدعم المعنوي هو اللي يدعم أكثر من هذا الكل. كيمو نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، نراك بروشينمون ان شاء الله. أنت عندك ما تحكي، تفضل نسمعك يلا. بتبيع كلمة تشبك انت؟ لا لا عمري ذيك بعد نجسمه بين بعض بالنسبة لعمري نحكي ذيك بعد في الأول. كيمو يا غالي فرحان ياسر انك حضرت معنا، نحب نعطيك كلمة الختام على شكون تحب تسلم. شكرا ليك فيتي على 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 شكرا صراحة فاهم، مرحبا في كل وقت. شكرا للمستمعين اللي استمعوا اليوم واستمتعوا باللقاء هذا المباشر. موعدكم ان شاء الله نهار السبت ونهار الاحد 3 و4 ديسمبر مع موني 3 تاع القايله حتى 6، عملت من 3 ل 6 على خاطر بعد على المويان دو ترونسبور، عملت الوقت 3 سوايع عملت على المويان دو ترونسبور غير غيرك معناتها فهمتني، 3 و4 ديسمبر مع موني 3 من موني 3 ل 6 في الاسباس كرمان اللي هو كما قلت اللي هو انفاس المسجد وتغيير انستيتيو سوبيريور هذاك هو معناتها، ولونتخي ولونتخي باش تكون لونتخي كاتوي تدخل مشانا على غرب بما انه بما انه الدوله الاولى ومشانا الى غير ذلك باش تكون لونتخي كاتوي كتحفيز يعني حتى للناس باش انه يزيدوا يكتشفوا الدوره نتاع بانوراما سينيكو. دونك كيمو اكثر تفاصيل يلقاهم على الباج تاعنا بانوراما سينيكو بالفرنسي ولا بالعربي، ولا عندنا الجروب تاعنا احنا على الفيسبوك وانا على الباش على الايفيرمون تاعنا اللي هو توا 68 69 يعني فما برشا ناس مهتمين. ممتاز كيمو، نتمنى لك التوفيق في 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 بانوراما سينيكور في دورته الاولى وفي في كل شيء حاجه باش تعملها. دونك شارجينا انت ان شاء الله، ان شاء الله شرف ليا. اسكو يعجبك اي مرحبا عيد حزين زي مرحبا حتى صابرين قد لك مرحبا بيك صابرين هكا مالا بشرفنا ان شاء الله زاد كيف كيف حتى ان شاء الله سيدي تصرح فيهم شي تويكب ان شاء الله ماذا بينا الميديا على خاطر الميديا تويكب وتشجع شباب ماذا بينا الاذاعات وتلامس الكل معناتها يجيو يواكبوا تظاهرة هذي اول تظاهرة اول مرة باش نعملها معناتها في هذا في هذا العمر وشاب هذا واحد كل ممتاز ان شاء الله بالتوفيق. اسكو يعجبك جورج وصوف ولا؟ ايه يعجبك جورج وصوف. دونك شنو احسن اغنيه هكا تعجبك؟ انا اسف انا اسف باهي الله غالب انا اسف يا كيمو ما عندناش انا اسف، لكن عندنا يا ليل العاشقين بما انك اعلامي نحبك تعديلي الاغنيه هذه تو. يلا المستمعين كلهم معك انت. مستمعين الكرام ما تنساوش تتصلوا بينا على 36 40 40 40 ولا 36 40 40 41 وبالتو نخليكم مع شرش وسوف سلطان الدرب ابو وديع يغنيكم عاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العاشقين يا ليل العين. خليكم تسهروا مع فيدي وبالتو نخليكم مع نشرة الاخبار. باي 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 مع نشرة اخبار تيك كيمو والله مين قدني باه يعطيك الساعة كيمو شرش وسوف يا ليل العاشقين. انا متواصلين معاكم حتى نص الليل. باي ايش نشوفه بحكي معه السلام عليكم كل مرحبا بيتو كيمو المشاغب عند المشاغب مشاغب انا خاتيني كيمو لا لا والله اي باي باي